اهلا بيكم في مغربيات، كل سنه طيبين ورمضان كريم ومبارك عواشركم. النهارده هنعمل الفقاس، هنعمل فقاس وهنعمل حصوه بالزعتره او زعتر. نبتدي بس الاول المقادير بتاعه الفقاس. هحتاج دقيق، 3 بيضات، سكر، زبده، ماء زهر، مستكه مدقوقه طبعا، ينسون اللي احنا عندنا بالمغرب بنقول عليه النافع، زبيب، لوز، وبيكنج باودر. نبتدي بقى، نسمي بالله ونبتدي. بسم الله. اول حاجه انا عايزه اعملها احط السكر عشان ارمي فيه القشر. والبيض لا، والزبده. بتقلب بيهم كويس قوي في بعض لحد انا عايزه، بس انا عايزه بس الاول اعمل الاول بس الزبده، ان انا اعملها كده ادوبها بالبتاع وبعد كده بالويسك اقلب، بس عايزه الاول ان انا عشان ما تلزقش في ال، طبعا انتوا فاهمين قصدي. ايوه كده الاحسن، بلاش تحط زبده سايحه، عشان حطيتيها سايحه مش هتخلي العجينه تلم معاكي بسرعه، فخلي الزبده كده واعمليها. ممكن تعمليها بايدك برضو لو عايزه، بس اهم حاجه ما تبقاش الزبده سايحه. طبعا لما بتعرفي انه خلاص داب وكله اتعمل، لما تحسي انه البيض بيبتدي يعمل زي الفوم او يتنفش كده. يلا كده خلاص، ونروح للعجانه. هنحط الدقيق، وانا ليه بلفها الناحيه التانيه، بلفها عندي. ماء زهر، مستكة، معلقة صغيرة مستكة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. نقلب كده في السريع وننزل هنا. يلا شغل عليه عجانة. طيب دلوقتي اقول لكم هنعمل ايه. لما تتعجن وتخلص تتلم، ألمها وهزود عليها السمسم واليانسون واللوز والزبيب. خلاص كده طيب خلاص، انا هشيلها دلوقتي والمها على ايدي. بس كده، بس احط شويه دقيق.
بس كده، واعمل تحطي الزبيب، تعملي كده، تحطي اللوز، ممكن نعمل كده سمسم، سمسم مش هينفع نعمله كده، اتزحلقت. حط شوية ينسون، عايزين بس تعمليها كده. خلي بالك ما تعمليهاش كبيره قوي عشان هي بتفرش بس. دخل بس اغسل ايدي بس. ماشي كده، صينيه فيها ورق زبده وندخلها الفرن. نطلع فاصل نرجع تكون اتعملت ونعمل الحسوة بالزعتر. رجعنا بعد الفاصل، افكركم بنعمل ايه النهارده. بنعمل فقاس وهنعمل حسوه بالزعتر او بالزعتر، زعتر احلى. طيب الفقاس خلص طبعا بعد ما دخلته الفرن. لاول ما استوى قطعيه كده، شايفه بالورب يعني، سيبيها طبعا تبرد شويه وبعد كده قطعيها علشان ما تفرولش منك. واللي هيحصل دلوقتي ان انا هحطها تاني في الصينيه وارجعها الفرن تكمل. طيب مين وايل في نفس الوقت اللي انا هعمله، احط الميه تغلي بس هنا نكسب الوقت، ده للحسوه. هاي الميه انا كده كده عاملاها مغليه شويه بس عايزه اسيبها تغلي شويه. فقاسة محترمة، فقاسة كبيرة كده تملي مركزها بس. دخلها الفرن تكمل بقى. يلا ونعمل، أنا لازم أبطل كلمة يلا اللي كل شوية بقولها دي. ونعمل بقى الحسوة. أقول لكم على المقادير، هحتاج لتر مية، دقيق بر اللي هو الدقيق ده، وهحتاج صلصة، صلصة طماطم، فلفل أحمر، بابريكا، زعتر بري، فص ثوم، وملح، وزيت، ملح وفلفل بابريكا وشوية زيت. وسيب المية تغلي لوحدها. علقتين صغار بابريكا وزيت زيتون، زيت زيتون. يلا سيبها مع نفسها كده، واروح انا ادوب الدقيق اللي بيتعمل بيه، اللي هو اللي بيتعمل بيه الحسوه. بس يتدوب بميه بارده يعني، ميه فاتره، ميه عاديه، مش ميه عاديه، مش ميه سخنه. بسم الله.
نلقي نظرة على الفقاس. لا لسه، معلي عليه شوية. كده خلاص غليت. ونقلب كده. عندنا احنا في المغرب الحسوة دي بتتعمل باكتر من حاجة. انا قبل كده عملت حسوة بتاعت السميدة، النهاردة عاملاها الحسوة بتاعت الدقيق. في حسوة برضو بتتعمل باللبن، يعني كذا نوع. زي ما عندنا الحريرة برضو بتتعمل بكذا طريقة. خلاص انا كده قلبتها. كل شوية بيقلبيها، يعني ما تسيبيهاش كده، كل شوية قلبيها عشان الدقيق اللي فيها ما يعجنش. شيل الحاجات دي. فقاس شكله بيقول. طيب انا هسيب فقاس شوية، عايزة اقلبه. اهي خلاص تغلي. نحط دلوقتي بقى التوم، فص توم. كل اول ما احط توم ابعده عني، دي معروفة. نحط زعتر، نقلب. عايزين نوطي عليها بس. معلقتين كبار صلصة طماطم. نقلب. روزماري بري. خلاص وطيت عليها دقيقتين ثلاثة، وتشيليها خلاص علشان ما تتقلش. احنا بس عايزين الحاجات دي تعيش مع بعض. اهم حاجة كل شوية تقلبيها. شايفة لونها؟ هي بدأت صلصة، بدأت تعمل. هو خلاص، والفقاس كمان خلاص. يلا بسم الله. انا بس بعملها دلوقتي، المفروض تتساب لحد ما تبرد اكتر وبعدين تبقي ترصيها. انا بس عشان اوريها لك. وادي الفقاس زودناه لسفرتنا، ونغرف الحسوه. الحسوه احنا النهارده عاملينها، احنا قلنا المغرب عندنا معروف اكتر بالحريره في رمضان. احنا عاملين الحسوه ليه؟ زي ما قلنا احنا على الفطار عندنا بنعتمد اكتر حاجه على الشوربه والشاي والحلويات اللي احنا بنعملها. فقلنا النهارده نغير، عملنا بكده الحريره، عملنا يعني عملنا رمضان اللي فات حريره بطريقه، وعملنا قبل كده حريره بطريقه ثانيه. النهارده قلنا ايه؟ نعمل لكم الحسوه. ممكن نشيل واحدة من دول ونحط الحسوة هنا. وده بقى كان الأكل اللي احنا عملناه النهاردة. يا رب تجربوه في البيت ويعجبكم بالهنا والشفا وبالصحة والراحة، ورمضان كريم ومبارك عواشركم.